إليم جغرافيا محدد ومسميات، لكن هناك نصوص دستورية لا بد منها، تستطيع من خلالها أن تجمع الناس. أيضا قضية اسم حاكم لا يمكن حتى تستكمل النصوص الدستورية وحتى يتم تنفيذها على الواقع، حتى يجتمع الناس جميعا وحتى يختاروا من يريدون، إنما هي لجنة تنسيقية الآن. هيا نحن نهيئ وننسق أيضا في مجال المقاومة، في مجال التنمية، في مجال التعاون، في مجال الخدمات العامة في المحافظات هذه، في المجال الإداري، نتعاون جميعا في هذا الاتجاه. لكن لا نستبق كما يقولون تسير العربة قبل الحصان أو الحصان قبلها. يعني ينبغي أن نفهم جيدا وأن يفهم الجميع أن هذا هو الحاصل، هي لجنة تنسيقية طبعا كلفت من الإخوة المحافظين وبمباركة الحكومة على لسان الأستاذ عبد العزيز الجباري بأن أكون رئيس اللجنة هذه التنسيقية للإقليم. هذا ما حصل، وينبغي أن تظل الأمور في إطارها. بندر تحدث رئيس الحكومة، تحدث عن استفتاء قريب وشيك، يعني من الرئيس سيدعو إلى استفتاء بعد مراجعة الدستور، سيدعو إلى استفتاء على الدستور. قبل إيش؟ كان له تصريحات من المكلف بأن الرئيس سيتخذ قرار في الدعوة للاستفتاء. نعم، وأنا سمعت شخصيا من رئيس الجمهورية أنه سيتم الدعوة للهيئة الوطنية لاستكمال ما لديها تجاه الدستور، ثم ومن ثم الولوج إلى قضية الاستفتاء إلى آخره. طبعا تسبق هذه إجراءات، إنما لابد أن نعمل من الآن، لابد أن نعمل كأقاليم، أن نعمل بالتعاون والتكاتف. هناك مجموعة من الأقاليم قادرة بإذن الله، بما فيها أقليم ما زال، أقليم ما زال على الرغم الصعوبة الموجودة، لكن النازحين من أبناء أقليم ما زال يكادون يكونون أكثر من الموجودين داخل. إيه نعم، فينبغي أن يكون لهم في هذا الاتجاه، وهم قد عملوا احتفال باسم إقليم أزال حضرتموه جميعا. أي نعم، وهذا يعتبر إشارة من الجميع في هذا التوجه. وإقليم عدن أيضا إن شاء الله نسمع منه الخبر المفرح. نحن نهيئ أنفسنا جميعا، نهيئ الذهنية لدى المواطن، نهيئ أيضا نعطي النموذج أو نعطي التطمين لجميع أبناء الجمهورية أن الأقاليم تعني التنافس الإداري، تعني التنافس الخدمي، تعني التنافس التنموي، تعني أن ينهض كل إقليم بما لديه، وأن هناك موازنة عامة للدولة ستكون، وستكون كل الموارد القومية للوطن ستوزع توزيع عادل بين كل الأقاليم وبين كل المحافظات. هذا ما ينبغي أن يفهمه الجميع. يعني لا يظن أحد إذا عنده براميل بترول أو عنده ميناء أو عنده معادن أو عنده شيء أن هذه القضايا خاصة بمحافظته، أو أبداً. هناك نسب ستحدد من خلال ما أقر الحوار الوطني، ومن خلال ما يحددها الدستور والقوانين النافذة في هذا الاتجاه، ستحدد كل محافظة أو كل إقليم ما هو مخصص له، والبقية ستوزع عبر الجهات المعنية في الدولة. بالعودة للإيرادات فقط، هناك لبس. وأضيف أن التكامل موجود في اليمن. اليمن لديه مقومات اقتصادية كبيرة، وأولها وحاميها وحاملها الإنسان. لدينا البحر الممتد بما فيه من خيرات، لدينا الزراعة، لدينا المقومات الأساسية الثابتة التي قام عليها الآباء والأجداد وقامت عليها الحضارة اليمنية، لدينا السياحة التي لو استخدمناها استخداما صحيحا لائقا بهذه المعاني يعني لرفضت الموازنة الدولة بالدخل القومي بأكبر من النفط بكثير. ينبغي أن نفكر جيدا تماما، وأن لا نظن الآن مع الأسف أصبحت نظرة الناس سطحية، نظرة بسيطة جدا، ينظرون ماذا تحصل عليه هذه المحافظة من 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 براميل بترول أو مثلها، أو ماذا تحصل عليه من ضرائب، أو ماذا تحصل عليه من ميناء. أبدا، اليمن مليء بالخيرات، ولكن بحاجة إلى دولة. أن نستعيد الدولة، أول مشروع استعادة الدولة هو الهم الأكبر الآن، ويرافقه أيضا بناء الدولة بمؤسساتها. نعمل إن شاء الله أن يفهم الجميع هذا الوضع، أقصد يعني أن عامة الشعب اليمني أن نفهم هذا الفهم جميعا. نستطيع أن نحصل على رقم محدد للإيرادات الغاز والدفع والبترول التي تقوم بها شركة صافر حالياً باليوم أو الشهر؟ هي واضحة من خلال لما تحتسبها، كم طن تنتج في اليوم، كم دبة غاز تبيع في اليوم، كم برميل نفط ينتج من المصفاة في اليوم. يعني مسألة حسبة بسيطة لدى الأخوة المختصين في وزارة النفط وفي الجهات المعنية، الأمر سهل جداً، ويعني ليست بالدخل الذين
الدخل هو سيكون الدخل الكبير إن شاء الله سيكون من خلال تشغيل بالحاف، من خلال تشغيل تصدير النفط، تصدير الغاز وتصدير النفط أيضا لرأس عيسى، أو نبحث عن مصدر آخر أو عن طريق آخر لإيصاله، وهذا هو الذي سيدر الدخل الكبير بإذن الله على الوطن. فلذلك القرار كان محصور، يعني محصور في إيرادات الغاز المنزلي فقط لأنه ما فيش. طبعا هو الإيراد سيادي حتى وإن كان الغاز المنزلي، وأكد لكم أنه سيادي في مأرب. نقصد لا توجد إيرادات أخرى؟ لا، الآن لا يوجد إيراد للغاز المنزلي ومنتجات المصفاة والتكرير. التكرير نعم، لكن أؤكد لكم أن الإيراد في داخل مأرب أنه إيراد سيادي. ماذا عن بقية الإيرادات؟ أي نعم، أنه إيراد سيادي ولحساب الحكومة. أي نعم، وهناك مخصص، ولهذا تفاهمت أنا مع الأخ الرئيس بكل وضوح. قلت الشعب اليمني غدوي مأرب كان. مهما كان، مهما كان، رغم هذا كله سنحافظ على الشرعية، وسنحافظ على الدولة، وسنحافظ على موازنة الدولة وعلى مقدرات الوطن. ما لم نحافظ فلا شرعية. إذا كل منا ركب رأسه في مكان، بمعنى أن نتفرق وميليشيات هنا وميليشيات هنا، هذا ما ينبغي أن يزول من الأذهان تماما. أنا تفاهمت مع الأخ الرئيس، قلت أنا لدينا في مأرب بنك مركزي، ولدينا إيرادات مقدمين على إدخالها في محافظة مأرب. أنا لا أستطيع أن أمد يدي في حساب الحكومة وفي ما دخل البنك المركزي، وبالتالي لابد لتنمية المحافظة من نسبة محددة. اتفقنا على نسبة 20% من دخل إنتاج البترول والنفط في محافظة مأرب أن يأتي لحساب السلطة المحلية لغرض التنمية فحسب، بين قوسين ومحدد في التوجيه لغرض التنمية. وهذه ستشكل لها لجان معنية وستمضي بإذن الله تعالى في هذا الاتجاه، ليست أموال خاصة ولا توزع شخصيات ولا توزع، هناك قضايا أخرى لها شأنها، لكن هذا الموضوع هو خاص بالتنمية بإذن الله تعالى في هذه المحافظة. لا توجد إيرادات أخرى غير الله في مأرب؟ محدودة، يعني في ضرائب لكن محدودة جدا يعني.